بيسعدني ان انا ابلغ كل المهتمين بازمه منع فيلم كارما ان الحمد لله الازمه قد انتهت وحصلت على الترخيص مره اخرى والغي القرار الصادم من الرقابه بسحب الترخيص. الحمد لله حصلت على الترخيص بكامل الفيلم دون حذف اي لقطه منه ولا اي كلمه منه. وباذن الله كده الفيلم هيتعرض في العيد كما كان مقررا، والعرض الخاص باذن الله النهارده الثلاث الساعه 9:30 بالليل. كل الشكر لكل مؤسسات الدولة السيادية التي تدخلت لحل الموضوع، كل الشكر للبرلمان المصري برئيسه ونوابه، مش بس تكتل 25-30 الذي أنتمي له، كل الشكر للسيدة وزيرة الثقافة، كل الشكر للإعلام المصري المنتصر لحرية الإبداع، كل الشكر بل شكر خاص وعميق من كل قلبي لجموع السينمائيين، خاصة لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة التي استقالت ردا على منع الفيلم. بتمنى الفيلم لما يتعرض وتشوفوه يكون يليق بوقتكم ويليق بالأزمة اللي حصلت عليه. شكرا. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.